بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا به. خوتي اخواتاتي مساء النور، تبارك الله عليكم على سلامتكم كالعادة. نتمنى لكم تكونوا كل شيء بخير وعلى خير، تكونوا هانيين فرحانين ناشطين، وتكونوا إن شاء الله بصحة جيدة. غبورات هذا خوتي، غبرت عليكم شوية، سمحوا لي. اللي متبعني غادي يعرفني بلي تقريبا هذه شهر ونص ولا أكثر شوية ما حطيناش شي فيديو، وذلك لأسباب. شنو هما هاد الأسباب أخوتي؟ غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. المهم كاين واحد المفاجاه للمحبين ديالي، الناس اللي كيبغيوني ان شاء الله غادي تكون واحد المفاجاه زوينه. ونتمنىكم ان شاء الله تستناوني في الفيديو الجاي. تبارك الله عليكم. فين حنا دابا؟ رانا وسط جبال بني زناسن. راني انا وسامير صاحبي نديرو شوية ديال لونترينمون، شوية ديال لابيست، وبها نكتشفو جهتنا عاوتاني، لحقاش هاد الطريق ما عمرنا درناها، لا أنا لا هو، ما معروفاش عند العامة ديالنا الصراحة، وما عارفينش فين غادي تخرج بالضبط. عندنا شك أنه غادي تخرجنا في الجماعة ديال الرسلان، ولكن واش نيشان ولا لا الله أعلم. المهم حنا غاديين فين ما وصلنا هو هذاك، الا وصلنا حتى الرسان داكشي اللي بغينا، الا ما وصلناش نقدروا نوليو على طريقنا الا كانت مقطوعه. دابا تقريبا واحد 15 دقيقه من اللي بدينا، اللي درنا ديال لابيست 15 يمكن ولا 20 دقيقه، ان شاء الله غادي نشوفوا فين نوصلوا. لابيست اخوتي فيها شي بلايص اللي واعرين شويه، وفيها بلايص اللي ساهلين، ولكن ماشي ديك الوعاره، يعني ديال الوعاره. عاوتاني حاجه اخرى، ملي كنهضر على وعاره بالنسبه للماكسي تراين، يعني لي موطو بحال هادو اللي عندنا. وشوف تبارك الله ما شاء الله، منظر واعر اخوتي. ها زين، واعر ما شاء الله، زين تبارك الله. بعيد شويه ما غاديش يبان مزيان، خصو الدرون نورمالمون، ولكن هادشي يا سلام. الهيل تحت والهيل حتى داك اللي الهيه زين، ولكن غير هي زير عجاج. لا والله والو، لا ايوا صغير يتجن. بسم الله، ملي كنهضروا على لي بيست والدرجه ديال الصعوبه ديالهم وكل شيء، انا كنهضر على هذا النوع ديال لي موطو، ما كنهضرش على الديرت بايك، نهضروا على الكروس ولا شي حاجه اخرى، فهمتوني؟ يعني راه ماشي، ما غاديش تقدر تقارن. لي بيست بحال هادو اخوتي ما كيخدموش بزاف الصراحه، لحقاش اصلا كاين طرقان بزاف اللي كيديو لهاد المنطقه اللي هضرنا عليها، لهاد الجماعه اللي هي ريسلان. يعني ما كاينلاش باش يفوت منها الانسان، يعني علاش غادي يفوت منها يتمرمد؟ الا كان ولد الدوار، يعني كان ساكن في شي دوار منا، ولكن كتبنا غير الغابه. لقينا شي دواور لهيه لتحت، ولكن منا ما كاينش صراحة. ايوا خوتي، وحاجة أخرى، هذه هي حلاوة الأوفرود. ما يمكنش أنت غادي تجي تدور على الأوفرود وما تبغيش، ما تبغيش العجاج، ما تبغيش الحجر، ما تبغيش، امبوسيبل. خوتي واحد الحاجة اكتشفتها في الكاميرات وفي لي فيديو، بعدا العلاوة طلع ونزل راه ما كيبان لكمش في الأخر، ما كيبانش في الكاميرا. بعض المرات كتكون طالع مع شي طلعه اللي صعيبه، ولا نازل مع شي هدى اللي صعيبه، ولكن كيبان لك داكشي عادي، فهمتوني؟ بحال دابا رانا نتمشاو نورمال، ولكن قبل كنا طالعين. انا متاكد انه ما غاديش يبان لكم. شكون اللي يعرف هذه المساله؟ اللي كيصور. اللي عنده الكاميرا وديجا ديجا ديجا صور من قبل.
ملي يجي يتفرج الفيديوهات ديالو ما يلقاش داكشي اللي عاشو اكزاكتومون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دابا رانا نازلين اخوتي، رانا هاودين، ماشي هودة 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 هودة، يعني ماشي نزلة اللي قاسحة بزاف، ولكن كومام، يعني ما تقدرش تطلق لا موطو حتى يغلب عليك. لحقاش الا طلقت مشي لواحد لافيتاس اللي كبيرة، راه ملي جيت توقف راه ما غاديش تقدر، ما غاديش يوقف لك الموتور. هذا اللي وال ضربه فيا الشمس مع العجاج. خوتي ملي تسمعوني خطات الحس عرفوا بلي راه دعوه خطر. ما شاء الله ما شاء الله. رانا غير مقمرين اخوتي، ما عرفناش واش هادي كلها هادي، ولكن لا حرج، فين ما خرجنا هو هذا. غير هو سامير ما نتيقش فيه، بعض المرات كيدير شي مغامرات. لا صافي صافي، مية في المية هنا غادي تصعب اخوتي. هادو دوك لي بيست لي فيرج اخوتي ما يخدموش بزاف، ما كيخدموش بزاف، وهذا الشيء باين اخوتي. هاد الفيديو لونسيناه غير باش ما تنساوناش وصافي، ما نكذبش عليكم. هو نورمالمون اخوتي كنحاول ما امكن انني ما نحطش الفيديو غير حقاش خصني نحط. يعني
يعني اخو حسين بغي ننزل فيديوهات يكونوا في المستوى، يكون عندهم هدف، يكون عندهم تكون عندهم فكره. يعني هذا هو التفكير ديالي وهذه هي عقليتي. لكن بما انه تعطلت بزاف قلت علاش لا ما نقل لكمش هذه الخرجه، هذه حتى نتوما تحوسوا معنا وتعيشوا معنا الاجواء. اي كنت مشيت اخوتي على بونت. المهم واش غادي نقول لكم اخوتي، هادي بدوك لي بيست اللي عرقوا واه ما شاء الله المنظر ما غاديش يبان اخوتي منا نورمالمون خصني نوقف، ولكن يا ربي تحفظنا يا ربي. خوتي المتعه ديال الاوفرود راكم تعرفوها، اللي سبق ليه جربها. وكاين واحد النوع ما نكذبش عليكم اللي واخا كيكون عنده موتور ديال هذا الشيء ولكن ما كيبغيهاش، مساله اذواق. الا انه حنا كنستمتعوا بزاف 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 بها، واخا فيها شويه ديال الريسك ولكن ان شاء الله الاتكال ديالنا على ربي. بلادنا زينة، بلادنا واعرة، بلادنا خطيرة جدا جدا، غير واش حتى هو خصها شوية ديال الفلوس، ما نكذبوش اخوتي، نطلبوا الله تعالى يقاد الامور ويفتحها ويفرجها على كل واحد ان شاء الله. ما بلادنا زينة وفيها ما يتشاف. وما تنساوناش بالدعاء، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صم الخوت صم، داكشي علاش قلت لكم اخوتي هاد الطريق راه ما تخدمش بزاف. بعدا الجروب ديالنا نتحدى اي واحد يكون داره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبحال دائما اخوتي وهذا الشيء نعاود له مره وزوج وثلاثه، راه ما يمكنش الكاميرا تنقل لك الواقع يعني على حقيقته 100%. الكاميرا في بعض المرات ما نكذبش عليكم كتجمل يعني كتزين، ولكن في احيان كثيره عاوتاني كتنقص من الجماليه ديال المناظر. ربما كتزين لي كولور الالوان ديال الطبيعه، يعني الخضر كيبان في شكل، بزاف ديال الحوايج كيبانوا في شكل، ولكن التضاريس والاشكال وهذا راه ما كتنقل لكمش منهم حتى يمكن 30 ولا 40% يعني من الحقيقه. وحلق باللغه العربيه تعبت بالدارجه عيت اخوتي ماشي عيت يدين ديالي عيا والرجلين، لحقاش انا في البيست اخوتي كنفضل انه نتمشى واقف، كنحس براسي باللي البلاصه زينه، البلاصه زينه، لا زينه شي غدا وداكشي اللي على بالكم، شي غدا يعني شي طاجين ولا شي حاجه والجلسه ويكون داكشي نقي، ما شاء الله داكشي يطلع زين. او راني شت سمير
اش تا نقصو بقى يشوف. نعطيكم اليقين اخوتي حتى هو راه يفكر في هذه، نعطيكم اليقين. الصمر خوت الحجار سبحان الله، اللهم احفظنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اخوتي الطوموبيل ما تفوتش منها، نعطيكم اليقين. كاين البلايص اللي واعرين واخا ما كاين، واخا ما راهش مصور كلشي اخوتي، ولكن كاين البلايص اللي ما تفوتش بهم الطوموبيل. تفوت بهم يعني الطوموبيل الا كانت كات كات ولا شي حاجه عاليه بزاف ومدقدقه، ولكن الا شي حاجه عزيزه عليك واخا تكون كات كات تكون عاليه الا كانت عزيزه عليك راه ما تفوتش، فهمتوني؟ ما الطوموبيل اللي حاضره راه ما تفوتش 100%. راتف يا راتف، انا دير جميله بزاف اخوتي. واخا رانا مقلقين ولكن ان شاء الله ان شاء الله معاوده نطيروا الدرون هنا ونشوفوا داكشي مزيان مزيان. كاين بزاف ديال البلايص اللي فتناهم زينين الصراحه، ولكن ما وقفناش، كان خصنا نوقفوا ولكن ما وقفناش لضيق الوقت. خوتي نفكركم عاوتاني وبحال دائما الى عجبكم هذا الشيء اللي كنقدم لكم ما تنساوش تدعموني، والدعم كيفاش غادي يكون؟ بالضغط على زر الاعجاب. سهلة ماهلة، جزاكم الله خيرا. واحد الغلط درتو اخوتي، عمرت ليسونس، درت البلان قبل ما نجيو هنايا. هذا غلط تما ما والو، ما كانش خصني نعمر البلان، خصني نعمر غير باش نجي. وعندي واحد لافاليز عامره وحده خاويه، فهمتوني؟ يعني ولكن نسيت، ماشي ما نعرفش، نسيت نسيت كنت تبلغ في ليسونس لحقاش كان خاوي شل بومبا ديال ليسونس، قلت له عمر ها هي فايت 30 كيلو ديال ليسونس. يا أيوة
الناس فين ساكنه، ولكن الحمد لله يعني هذا الشيء بعيد بزاف. الطريق اللي جينا بها يعني من هنا حتى الطريق ديال القدرون الله اعلم واش بقينا بزاف ولا قريب، ولكن ما شاء الله وصلوا لهم الضو حتى لهنا، اللهم بارك. مشينا اخوتي واحد يمكن واحد 40 دقيقة ولا يمكن نكونو تمشينا هادي لابيس ولا اكثر، والله ما راني عاقل انا اخوتي. عندي هذا المشكل ديال الوقت، ما نعقلش الوقت والمسافة. بعض المرات انا يجيب لي بالي بلي رانا تمشينا 20 كيلومتر، حتى يقولوا لي الاخوة رانا تمشينا 50 ولا 60 كيلومتر ولا العكس، فهمتوني؟ يعني ما نعرفش نقدر. شو ما شاء الله اخوتي، هذا دار هنا هذه الفيلا واعرة. ايه وصلنا صافي، هذه هي هذه هي اللي قلت لك، هذه هي لاقاش حنايا خرجنا لهيه ذاك النهار ملي جينا من الهيم تنزارت. هذه غادي تخرجنا هادو بنيوال اثوال، هادو درك حنا خرجنا غير هنا في هذاك الشباك تما، وخرجنا هكذا طلعنا مع لابيس نخرجوا في تنزارت بالضبط. بغيت نديروها ولا بركات نمشيو سوق الحد؟ لا اللي بغيت نكملو سوق الحد ونهودو من تما حتى مرة أخرى ونديروها هذيك. اللي بغيت أنت؟ حتى هي فيها واحد الشوية ماشي بحال هذي. هذي سيباون. إيوا يلاه بركات. مازال؟ إيوا روح منا ونخرجوا يلاه. أغير الشباك ودور معاه. تنزلت هذي اللي قلت لك. صافي. روح يمكن هاك خوتي. هذا التراجي، هذا لابارتي، هذا المرسو، هذا كنا درناه قبل، درناه لحد اللي فات، ولكن ما كانش معنا سامير حتى هذا المره الاولى اللي ندير. هذا واعر شويه ولكن ما يجيش بحال هذا اللي درنا قبل، وماشي طويله بزاف، ماشي طويله هذه. نورمالمون الا مشينا على الطريق ديال القدرون غادي نخرجوا في الوجهه ديالنا اللي هضرنا عليها كبيره اللي هي جماعه ريسلان. دابا غادي نبدلوا، غادي نخرجوا في واحد البلاصه سميتها تنزارت تابعه للجماعه ديال الشويحيه. ولكن داك المقطع الاول اخوتي زعما فيه الخدمه الصراحه، والله الا عرقت الجبهه ديالي راه تسير بالعرق، يدين ديالي عياو، هاد اليد اللي كانت ديال الكسيراتور نعست كاع، ولكن دابا صافا يعني غير تريح دقيقه ما با دقيقه صافي. ان شاء الله السيمانه الجايه نقترحوها على المجموعه، اللي بغى يجي يجرب مرحبا مع اخذ كامل الحيط والحذر. لقاش حتى حنا اخوتي المجموعه ديالنا كاين اللي تعجبو البيس كاين اللي لا.